خطابات ومرافعات عالمية لتمكين المرأة من المشاركة السياسية، لكن الواقع تجابه فيه المرأة تحديات كبيرة للتأثير والمشاركة في صناعة القرار السياسي. قضية نطرحها للنقاش مع الدكتور مراد وهبة، المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونائب الأمين العام. الدكتور مراد وهبة، أهلا بكم سيدي، وشكرا جزيلا على تلبية دعوة التلفزيون الجزائري. أهلا بك وشكرا على دعوتي. نبدأ من الندوة الدولية التي تحتضنها الجزائر حول الترقية السياسية للمرأة، كيف تقيمون هذه الندوة؟ هي ندوة في غاية الأهمية، وليس فقط على النطاق الجزائري، إنما أيضا على النطاق العربي والدولي، لأن من الهام جدا اليوم إن أردنا تعميق معنى الديمقراطية أن نغرسه داخل كل فئات المجتمع. ومن الهام جدا في نظرنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مساعدة أو تمكين المرأة في الدخول في هذا المجال الهام. والجزائر كانت لها تجربة رائدة، فيتحتم علينا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن ندرس هذه التجربة و نكون مع الجزائر في خوض المزيد من التجارب الناجحة. بالحديث عن التجربة الجزائرية في مجال إشراك المرأة في المجال السياسي، قدم بالأمس وزير الداخلية والجماعات المحلية بلغة الأرقام مشاركة المرأة في مختلف المجالس المنتخبة. يعني كممثلين للأمم المتحدة، كيف ترون هذه المشاركة؟ هي أولا عبارة في نظري، وكما تفضل السيد وزير الداخلية، هي عبارة أولا عن وجود المرأة في المجالس النيابية الوطنية، وهو أهم جدا في الجزائر. ولكن أهم من ذلك في نظري، أهم كثيرا من منطلق إنمائي بحت، أن تكون المرأة عامل فعال في المجالس النيابية المحلية، وفي اقتراب جديد لسياسات التنمية عن قرب. فليست سياسة التنمية تكون مركزية فقط، ولكن أقرب من ذلك من المواطن. لديكم مكاتب عبر كافة دول العالم، حوالي 17 مكتبا. لو قارنا التجربة الجزائرية في مجال تمكين المرأة من المشاركة في مختلف المجالس المحلية وكذلك المشاركة في مختلف الحياة السياسية، لو نقارن هذه المشاركة مع الدول العربية الأخرى، كيف تنظرون إليها؟ كانت الجزائر سباقة في تعداد المرأة في المجالس النيابية أو نسبتها في المجالس النيابية، فزادت عن 31% من المقاعد، وهذا هام جدا. ثم بعد الجزائر أتت بعض الدول الأخرى لتشترك المرأة فيها في مجالسها النيابية. ولكن الجديد هنا والذي أريد مثلا أن أشير إليه هو وجود المرأة في المجالس المحلية، وهذه تجربة قد تكون الجزائر رائدة فيها. بالنسبة لوجود المرأة، يعني في العديد من الدول العربية تصادفنا مشكلة الذهنيات والتي تحدث عنها الرئيس بوتفليقة في رسالته. برأيكم كيف يمكن أن نغير هذه الذهنيات خاصة لدى المجتمع العربي لمنح ثقة أكبر للمرأة في الأداء السياسي؟ هو طبعا يعني وهي معضلة أو معضلة هامة بالنسبة لنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما نقوم به من عمل لمساعدة الدول في إيجاد دور فعال أكثر فعالية للمرأة. ولا أقول الذهنيات، بل أتجه نحو التراث والثقافة العامة للمجتمع. فطبعا يجب علينا أن ألا نسبق هذا التطور الطبيعي المجتمعي، ولكننا أيضا نساعد على إيجاد دور فعال للمرأة في الحياة السياسية. أما في الجزائر وفي بعض الدول الأخرى مثل تونس مثلا، وأيضا يعني
من غائب في الصومال وهو تحت طيلة الحرب الأهلية. نجد أن نبدأ بالعدد الرقمي وبما يسمى بالدرجة الكوتا. فعدد رقمي للمرأة في المجالس النيابية هام جدا. ثم بعد ذلك تتغير الذهنيات، تتغير الثقافات العامة، وتتغير النظرة المجتمعية لهذا الدور. يعني رغم كل هذه الخطابات، يعني مش على المستوى العربي فقط، هي خطابات عالمية حول تمكين المرأة وأن تكون في المناصب العليا، لكن نلاحظ أن المرأة يعني تقريبا في كل العالم إلا حالات نادرة تبقى بعيدة عن القرار السياسي وعن أن تكون يعني في المناصب الكبرى في التسيير. لماذا يعني هذا النظرة؟ ما هذه هي الذهنيات والتطور المجتمعي الطبيعي اللي أشرت إليه. مثلا في دول العالم عامة أو كمعدل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان في المجالس النيابية لا يزيد عن 23%. فإن كنا في الجزائر اجتزنا نسبة 30%، وهم جدا. ترتيب يعني على المستوى العالمي مثلا الجزائر مع الدول العربية أين يمكن أن نرتبها أو في أي خانة يمكن وضعها؟ من الدول التي في المرتبة الأولى طبعا الجزائر، تونس، وأدرك كما قلت الصومال. عمليا هل هناك يعني برامج للتعاون بين الأمم المتحدة والجزائر في مجال ترقية المشاركة السياسية للمرأة أو في مجالات التنمية الأخرى مثلا المجال الاقتصادي؟ هو جاء هذا المؤتمر تتويجا لما يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من مشاركة مع وزارة الداخلية طبعا والمحليات، وأيضا تتويجا لعمل مع 10 ولايات قمنا فيها ببرامج لتمكين المرأة من أداء دورها السياسي والنيابي. ولكن أيضا لدينا مشاريع أخرى مع وزارات شتى، يعني مثلا وزارة الداخلية طبعا، وأيضا مع مثلا وزارة البيئة ومع وزارة المرأة وتمكين المرأة. فلدينا عمل كثير في الجزائر. بالضبط ما هي نوعية هذه المشاريع؟ هل هو تكوين؟ هل هي مساعدات؟ هو أساسا تكوين ومساعدات. كنت في حفل توقيع مشروع في غاية الأهمية مع المجلس الدستوري، وهو يهدف إلى تمكين شرح مواد الدستور الجديد والعمل به. هذا بالنسبة لعملكم مع المجلس الدستوري الجزائري. فيما يخص مثلا مجالات البيئة، ما هي أفاق التعاون في هذا المجال؟ مثلا لدينا مشروع نبدأ فيه ونشرع فيه، وهو مشروع إعادة تدوير النفايات مثلا لمجتمع أنظف، يعني لمجتمع كما نقول في أدبياتنا مجتمعا أخطر. ولدينا برضو برامج في الصحراء برضو للترويج عن البيئة والحياة البيئية داخل المناطق الصحراوية. قلتم دكتور أنه كان لكم تعاون مع 10 ولايات من هنا داخل الجزائر مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة، يعني في أي إطار؟ في إطار تمكين المرأة من أداء دورها السياسي. يعني أنه يكون هنا خبراء؟ خبراء على مستوى العالم يأتون إلى الجزائر ولا يعطون فقط المحاضرات مثلا أو الكتيبات، فهذا طراز قديم، بل يقومون بمساعدة المرأة في أداء عملها اليومي. طيب بالنسبة للتوصيات التي تخرج عن الندوة الدولية التي تقام هنا بالجزائر حول ترقية المشاركة السياسية للمرأة، هل يتم اعتمادها ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؟ طبعا بالطبع، ونأمل أن تكون مثلا من هذه التوصيات توسيع عملنا
إلى سائر ولايات الجزائر مثلا. ما هي ربما أهم القضايا التي لفتت نظركم كممثلين عن الأمم المتحدة حول المشاركة السياسية للمرأة في هذا الملتقى؟ بالتالي قد تكون أهم قضية وعادت فيها الأسئلة كثيرا هو التحول من أداء رقمي من الكوتا إلى أداء فعلي، وكيف نحول هذه الأرقام من 30% إلى فعلا فرق ملموس لدى المرأة. يعني كيف يمكن للمرأة أن تشارك في التنمية بطريقة ملموسة ويعني يحس بها المجتمع، وليس فقط تمثيل نيابي بل أيضا تغيير في حياة الناس، حتى لا تبقى المرأة مجرد صورة وبأنها موجودة في المجالس الأخرى بل يكون لها أداء ميداني. ولكن مما رأيته في المؤتمر ومن فعاليات التي وجدتها في المؤتمر فأسافر في غاية الاطمئنان على المرأة الجزائرية. وتابعتم أيضا رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد على مواصلة مسؤولية الدولة في أن تصل المرأة إلى المناصب العليا. كانت رسالة فخامة الرئيس أولا إلهاما لنا كلنا، ولكن أيضا دعامة من أعلى مناصب الدولة لهذا العمل الهام ولدور المرأة في المجتمع الجزائري، ليس فقط في النطاق السياسي بل أيضا في كل المجالات. فيعني طبعا رسالة فخامة الرئيس في غاية الأهمية. نتحدث اليوم عن الدول المستقرة التي يعني رفعت سقف الأمال فيها المرأة إلى الوصول إلى مناصب عليا، لكن هناك دول تعاني، هناك المرأة اللاجئة، هناك المرأة المشردة، هناك المرأة التي ليس لها مأوى في ظل كل هذا الاستقرار الذي يحصل في الدول العربية. يعني البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماذا يقدم لهذه المرأة؟ طبعا وأثرت حضرتك برضو نقطة هامة جدا، وهي بعد ما نتحدث عن الدول التي تعيش في سلم وأمان والحمد لله، ما هو دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجتمعات أقل حظا أو تمر من ظروف صعبة جدا؟ ومثلا في الصومال هناك مرأة لاجئة، هناك مرأة عانت من ويلات الحرب الأهلية، هناك مرأة تعاني اليوم من الجفاف وقطع سبل المعيشة، وأيضا تعاني من بعض الأوبئة مثل الكوليرا مثلا، إن كان في الصومال أو كان في اليمن أو كان في الجمهورية العربية السورية. يعني دور المرأة النازحة أو اللاجئة مثلا في خارج البلاد في غاية الصعوبة. ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاشتراك مع برامج أخرى للأمم المتحدة، منها برنامج تنمية المرأة أونيفام مثلا، أو برنامج المعونة الإنسانية أوتشا، بتقديم أول المساعدات الإنسانية، ولكن أهم من ذلك بتوفير سبل المعيشة الكريمة. فقد يكون عملا صغيرا، قد يكون مشاركة في إيجاد حلول مجتمعية، قد يكون في إيجاد مثلا سبل معيشة عامة يعني يقوم بها، أو إعادة إعمار هذه المجتمعات. دكتور مراد وهبة نائب الأمين العام والمدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شكرا جزيلا على هذا اللقاء رغم كثافة الأجندة. أنا الشاكر حضرتك لحسن الدعوة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم بخير.